بعض الأنبياء لنا به علاقة، وذكره الله تعالى في كتابه وأثنى عليه، حتى قال بعض أهل العلم هو أفضل نبي من الأنبياء، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم ينافسه في الفضيلة. وهذا النبي هو أبو الأنبياء، فإن الله جل وعلا لما خلق الخلق خلقهم من آدم، ثم لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض وجعل الله تعالى الذرية تتناسل من آدم عليه السلام، فبعث الله تعالى الأنبياء تباعا. ممن بعثه الله تعالى بعد آدم عليه السلام؟ نوح عليه السلام. وجعل الله تعالى يبعث الأنبياء تباعا حتى بعث الله تعالى بعد ذلك كل الأنبياء من ذرية رجل واحد، نبي واحد، وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام له ولدان، إسحاق وإسماعيل، وإسماعيل أكبر من إسحاق، إسماعيل أمه هاجر وإسحاق أمه سارة. فإسحاق ولد يعقوب نبي، ويعقوب ولد يوسف نبي، وجعل الأنبياء يتناسلون من يعقوب الذي هو ابن لإسحاق ابن إبراهيم، حتى وقفوا عند مريم فولدت عيسى، ثم رفع عيسى وتوقف نسل الأنبياء اللي من طرف إسحاق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من الطرف الآخر من إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل أول ولد له ليس نبيا، والحفيد ليس نبيا، وحفيد الولد ليس نبيا، وجعلوا يتناسلون ليسوا أنبياء من إسماعيل، حتى وصلوا إلى عبد الله وهو والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء إما من نسل إسحاق وإما من نسل إسماعيل، وكلهم يعودون إلى إبراهيم عليه السلام الذي نتكلم عنه اليوم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشبه الناس به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم لما وصفه الله جل وعلا بين فضله على أمتنا، فقال سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، إذن من قبلنا كانوا يسمون يهود، يسمون نصارى، نحن سمينا مسلمين. وأيضا أمة الإسلام هي الأمة الوحيدة التي اسمها غير مشتق من نبيها، يعني اليهود اشتقت من يهوذا، قيل هو يعقوب وقيل أكبر ابناء يعقوب. المسيحيون اشتق اسمهم من المسيح عيسى بن مريم. نحن ما سمينا محمديين، سمينا مسلمين، لأننا نتعلق بربنا جل وعلا ونطيع نبينا صلى الله عليه وسلم اتباعا، لكننا لا نعبده من دون الله كما فعلت النصارى في عبادتهم لعيسى، أو اليهود في عبادتهم لعزير أو لغيره. ولذلك سمانا الله تعالى مسلمين، الذي اختار هذا الاسم هو إبراهيم عليه السلام.